استكمالاً لعنوان حلقة الأسبوع الماضي وصية المحبة كمال الوحي الإلهي من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعة، حيث شارك في البرنامج عبر اتصال هاتفي كل من الأب جوش رايحة راعي كنيسة القديس يوسف في صافوت، والأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في رميمي. وقد أشار الأب شرايحة إلى أن المحبة كلمة صادقة تعبر عن فعل كبير معاش بحياتنا اليومية. أما الأب حجازين فقد دعانا في البرنامج لأن نتذكر وصية المسيح لنا، وهي أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، لافتا إلى أن الأجمل من الحب أن نعيش وصية المحبة كما أوصانا بها رب المجد. فإلى هناك أبونا، وصية المحبة كمال الوحي الإلهي. نحن الأسبوع الماضي حكينا عن وصية المحبة ومحبة ربنا لإلنا ومحبتنا كيف إحنا بدنا نترجمها. فاليوم أنت رح تعطينا محور آخر من وصية المحبة، محبة ربنا لإلنا في حياتنا كيف نمارسها. فتفضل أبونا. نعم. ماذا في جوعتك؟ جميل جميل جدا أن نتحدث عن المحبة، ولكن الأجمل أكثر هو أن نعيش هذه المحبة اللي هي وصية يسوع المسيح اللي أعطانا إياها في إنجيل القديس يوحنا الحبيب عندما قال لتلاميذه ويقول أيضا لكل واحد منا: وصيتي لكم هي أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، ما أوصيكم به أن يحب بعضكم بعضا. فيريد السيد المسيح أن يعلمنا من هذا الإنجيل ثلاثة أمور. الأمر الأول هو وصيته الجديدة أن يحب بعضنا بعضا. نعم إنها جديدة، لأنه لأول مرة في تاريخ البشرية وفي تاريخ الأديان يظهر شخص يدعو إلى محبة الجميع بدون استثناء، حتى محبة الأعداء. ظهرت أديان سابقة ولاحقة تدعو إلى محبة الأهل والأقارب والجيران، ولكن ولا واحدة دعت إلى محبة جميع الناس وحتى الأعداء. السبب في ذلك واضح: الإنسان عاجز أن يحب جميع الناس وحتى أعداءه وأن يدعو لمثل ذلك. فلا بد لإله وديانة إلهية وأمر إلهي ومعونة إلهية حتى يقوم الإنسان بمحبة جميع الناس حتى الأعداء، لأن مثل هذه المحبة هي من صفات الله. فلا تعجبوا إذا وجدتم صعوبة في محبة جميع الناس، فاطلبوا من الله أن يمنحكم من حبه الله مثل هذه المحبة. هو الذي ينزل مطره ويطلع شمسه على الجميع. إذا كان الله في داخلنا وفي قلوبنا سيساعدنا أن نصفح عن أعدائنا كما صفح هو. إن المسيح يعطينا أكثر من وصية، يعطينا أمر: فليحب بعضنا بعضا. من أراد أن يكون تلميذا للمسيح فيجب عليه أن يحب جميع الناس، يجب عليه أن يقتدي بمعلمه، يجب عليه أن يعيش تعاليم معلمه التي تدعو إلى محبة جميع الناس. هذه الوصية الجديدة أعطى المسيح الدواء لكل داء. بالمحبة تعالج جميع الشرور في العالم. بالمحبة يعالج داء البغض والكراهية والحقد في قلوب الناس. بالمحبة تعالج الفرقة والخصامات بين الأسر. بالمحبة تعالج الشرور والحروب والنزاعات في العالم. بالمحبة ينتصر الخير على كل شر في المسكونة. بالمحبة تصبح الحياة جميلة وأرضنا جنة. حلو. المحبة أم الوصايا وبلسم شفاء الخطايا. وحدها المحبة وصية السماء إلى الأرض وفضيلة الأبدية. يعني بمعنى أعظم الوصايا كونها تعاش من الآن وإلى الأبد وفي الأبد. المحبة الإيمان الرجاء في الأرض، ولكن في السماء تعريف الإيمان بالمعجم اللاهوتي وبلغة اللاهوت الإيمان هو ثقتنا بالحياة الأبدية مع المسيح. دكتورة تمام؟ نعم. هذا الإيمان إن نثق إن راح نعيش حياة أبدية مع المسيح. لما بنعيش مع المسيح بعد ما بالموت وننتقل إلى الحياة الأبدية بيصير هذا حقائق معاشة، حقائق معاشة. ببطل يعني فلسفة إيمانية أنا بفكري، هي بتصير حدث واقعي معاش. فمشان هيك منشوف يعظم الرسول بولس من شأن المحبة في 13-13 من رسالة كورنثوس، بيحكي المحبة فهي لن تزول بموتنا، انتقالنا من هذا العالم
لماذا؟ لأن المحبة ونحن نأخذ من ذلك النبع. وهون بيجي مراجعة ذاتية، بسأل نفسي هل محبتي نحو الله والآخر صادقة؟ دكتورة لازم نعمل فحص الضمير عشان نعرف. نعم. ما نجاوب كمؤمنين بدون ما نختبر بفحص الضمير، من هنا خصوصا الكنيسة الكاثوليكية حول العالم بتركز على موضوع فحص الضمير قبل التقدم للاعتراف وقبل التقدم إلى سر المناولة. لماذا؟ لأجيب على بعض الأسئلة. طب أنا بحكي محبتي لله، الله كيف زي ما بيحكي القديسين الذي لا نراه بحواسنا، كيف أنا بدي أعرف أني أنا بقدم له فعل المحبة؟ أولا بفحص ضميري، هل أنا أمارس الصلوات الشخصية والجماعية بالكنيسة أو خارجها؟ أنا أقدم محبة إلى الله ومن السنة إلى السنة تأفوت الكنيسة، وبالمناسبات العامة بوقف على باب الكنيسة وبتحدث مع أصدقائي وما بدخل وبشارك بالأسرار. هذا تعبير ناقص عن محبتي إلى الله. الله يكمن في سر القربان، الله يكمن في جماعة المؤمنين، الله يكمن في أخي الآخر. طب إذا أنا بغيب ربنا من هذول وبعيش بأنانيتي وبذاتي وبإنشغالاتي وبوقتي وببعد ربنا، إذا أنا لا أعبر بحقيقة عن إيمان صادق بمحبتي لله تعالى. كذلك أخي الإنسان، محبتي كيف أعبر في وقت الضيق، في وقت الحاجة الآخر، أساعد الناس بأشياء بسيطة جدا. مش مطلوب من كل واحد يعمل أعمال كثير كبيرة، أعمال كثير صغيرة تعمل فرق كثير كبير بنفسية العالم. مجرد خدمات بسيطة لأبناء رعيتي كمؤمن وككاهن، وفي حياة الجماعة ممكن واحد هو طالع من الكنيسة بيوصل واحد معه على طريق وما معه سيارة، ممكن بيقدم مساعدة بسيطة بيقدر يساعد في شيء معين، في زنقة معينة، في ضيقة معينة بعيشها واحد من أخوتنا المؤمنين، بسند وبكون قد إمكانياتي وقد اللي بقدر عليه. مش مطلوب من الواحد يتدين عشان يساعد حدا محتاج، بس إذا كان بإمكانه ومتوفر لي بقدر أساعد بالموجودني سواء مادي أو معنوي. كلمة محبة، كلمة صادقة من القلب للقلب، بتعبر عن 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 فعل كبير.